حد ذاتها مش حلو ان انت تستلف من حد فلوس، بس خلينا نقول احيانا بتبقى مضطر. يا ترى بقى مين هي الابراج اللي ما تحبش ولا يمكن ان هي تستلف من حد فلوس؟ خلي بالك، وفي البعض منها ما بيحبش كمان لا يستلف ولا يسلف. يا ترى بقى مين يقدر يتوقع؟ اهلا بقى لذ ناس في الدنيا، برحب بيكم. هذا اللي ما اشتركش اشترك عشان يتابع معانا وجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه. هم خمسه بس كالعاده، اللي يقدر يتوقع هو هيجي منهم ولا لا يكتب لنا في التعليقات. واللي يتوقع الاول ليه مني جايزه كبيره قوي بعد العيد الكبير ان شاء الله. اول الابراج دي واللي قبل رباعي خط النار اللي في المركز الخامس هو العقرب المائي. يا نحله لا تقرصيني ولا عايز منك عسل. انا ما احبش استلف من حد حتى لو في اضيق الحدود، حتى لو قريب مني قوي، حتى لو عارف ان هو هيسلفني قوي، بس ما احبش. العقرب ممكن يكون مزنوق او انت تيجي تعرض عليه عايز حاجة وتلاقيه ما يطلبش. العقرب كده بشكل عام، خلينا نقول العقرب ممكن يطلب حاجات تانية، انما في حتة الفلوس في ازمة شوية. اعلى منه بقى وندخل في رباعي خط النار واخبطوا اللايك المتين وكملوا توقعات. نلاقي اللي في المركز الرابع هو الطور الترابي. الطور يقدر المادة قوي ويعزها قوي ويحبها قوي ويحب يحافظ عليها قوي. وحتة انه يستلف من حد فلوس بتبقى صعبة قوي، وحتة ان انت تستلف منه فلوس يعني بتبقى صعبة شويتين. يعني الأبراج نقدر نقول إن الطور من الأبراج اللي لا تحب تستلف ولا تحب تسلف أوي، وإذا سلفت ما يبقاش بمبالغ كبيرة، أو يبقى حاجة كده وتكون أنت موثوق فيك، يعني يكون معروف إن أنت بترد السلف، مش زي إخواننا بقى اللي اضرب واجري اخطف واجري. الطور بالذات يحب مادام بسلفك كاش ترجع لي كاش، ده إن حصل وسلفك يعني. سيبك بقى من اللي بيمشي بالتقسيط ده، ما ياكلش عيش معاه. هننتقل لبرج اقوى ممكن يكون مفاجأة في المركز الثالث، الا وهو السرطان المائي. السرطان ممكن يدي، ممكن يسلف، انما حتة يستلف وان هو يطلب وبالاحرى يلح صعبة، دي صعبة قوي قوي كمان مرة. حتى ده ينعكس مثلا على لو بنوتة سرطان مخطوبة، تلاقيها صعبة قوي تطلب من خطيبها او حتى حبيبها انه يجيب لها حاجة. لو ست متجوزة صعب كمان تطلب، تخيله ممكن من ابوها او امها، متخيلين؟ على منها في التاني في اقوى وفي اشد، هو الجدي الترابي حبيب الملايين، راجل وبالذات ست، الاتنين على حد السواء. لا سلف ولا استلف، احنا دي القاعده بتاعتنا. عارفين المشكله؟ انا برضه اوضح لكم حته ليه الابراج دي يعني بتبقى عندها خوف ان هي كمان تسلف حد. بالك معايا من المعنى هتفهم، مش حته ان هم لا سمح الله بخلة يعني، انما حته لو سلفته واتبارد هطلب منه ازاي؟ يعني ما يعرفوش يطلبوا. انا مثلا سلفتك مبلغ وانت بارد مش راضي ترجعه، الابراج دي بيبقى صعب عليها تقول لك هات اللي عليك. فهمتوا اللعبه فين؟ في الحاله دي بقى انا اعمل ايه؟ اقعد جنب الحيط واغني ظلمه؟ برضو عشان ندي كل واحد حقه، لو انت عزيز اوي ومضمون اوي ومزنوق اوي ولجأت ليهم، لا هم جدعان للامانه، عشان برضو الكلام يبقى كله على بعض. ترى الاول مين بقى ومين توقع عشان ياخد الجايزه؟ هو العذراء الترابي، ده رقم واحد متصدر الابراج كلها، ما يحبش ولا يقدر وصعب عليه. ويا بقى لو بنوته عذراء او راجل وحد بيقول له كده استلف، او هو اللي عايز يستلف، يا يقول لك يا ارض اتشق وبلعيني. طيب حد يعرض عليه برضه الموضوع صعب. طب حد يحلف عليه يا اخي والله لا تاخد الفلوس دي برضه صعب. ايوه بس هو محتاج برضه صعب. عذراء في المركز الاول، وهو يعتبر اكثر ومن اكثر رجال ونساء الابراج البرج ده اللي ما يحبش ان هو يستلف من حد خاصة فلوس. السلف ممكن يبقى في حاجات كتير قوي، بس بنركز في حلقة النهاردة على المصاري. نفس الكلام برضو، ما يحبش ان هو يسلف قوي للسبب اللي احنا لسه قايلينه، اديت له واتبارد او عمل نفسه من بنها، انا اعمل ايه ساعتها؟ اطلب منه اقول له هات، فين اللي عليك، رجع وانجز، هعملها ازاي؟ فيجي يكتب لك يافطة كده على مبادئه وشخصيته، منعا للاحراج بلاش منها. ولو انت ما فهمتش بقى المغزى الحقيقي والمعنى الحقيقي للنقطة دي، يبقى انت ممكن تزعل منه وما يبقاش معاك حق. لذلك رجاء خلي بالك من النقطة دي. مش عايز اطول عليكم بقى، انا بحاول ان انا اختصر في الحلقات على قد ما اقدر عشان ما تملوش، فقولوا رايكم في التعليقات. موقعنا، روابطنا، اللي بيسأل عن الاستشارات الخاصة، في رقم للحجز، كل ده تلاقوه فين؟ في وصف الفيديو او في التعليقات. تشرفونا في مواقعنا الاخرى، والى اللقاء.